بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، المرحلة الأولى بكلية المصطفى الجامعة، أهلا ومرحبا بكم. اليوم راح نقدم المحاضرة رقم 4 اللي هي بداية السيل ديفيجن، اللي نسميها السيل سايكل أو دورة حياة أي خلية داخل جسم الإنسان، أي خلية جسمية طبعا. أرجو أن تركزون على الخلايا الجسمية، لأن هاي عملية إنتاج الخلايا الجسمية cell cycle. ليش عندنا cell cycle؟ لأن عندنا simple growth. Each cell is performing living processes اللي احنا نسميها دائما الميتابوليزم أو الأيض الخلوي. كل خلية من تقدم سيرفيس أو تقدم خدمة تحتاج لها جروث، تمام؟ هذا الجروث من يصير آلاف وملايين الخلايا راح يصير عندك ميتابوليزم وجروث of the organism. فالواحد من يكبر، واحد من تتطور خصائصه عبر الزمن، هو هذا عبارة عن كل سيل سايكلز. قبل ما الخلية تنقسم يجب أن تكبر بالحجم، تضاعف من مكوناتها، يلا تقدر تنقسم أو تنشطر. كلمة انشطار نفس الانقسام اللي هو cell division. السبب وراء cell division هو لإنتاج خلايا جديدة. الخلايا الجديدة دائما بالهيومن بودي احنا نفرقها بين sexual cells أو الخلايا الجنسية أو إنتاج الخلايا الجنسية أو and أو الأسكشوال سيلز برودكشن أو إنتاج الخلايا الجسمية غير الجنسية، اللي نسميها شنو؟ cell division or mitosis of somatic cells. كلمة mitosis هي عبارة عن cell division of somatic cells أو الخلايا الجسمية. الميتوسيس أو cell division of somatic cells undergoes two main parts لح نحكي عليها. أهم شيء أنت تعرف الإنتاج اللي لح يطلع لك. أنت عندك source أو مصدر خلية واحدة، هاي الخلية تكبر تنشطر، فالناتج يصير خليتين جسميتين من خلية واحدة. أما إنتاج الخلايا الجنسية أو germ cells يتم عبر two phases of cellular division. يعني عندك خلية جنسية واحدة تريد تكون لك خليتين جنسيتين، طبعا هي حتكون خليتين والخليتين ترد تصير أربعة، أربع خلايا جنسية هي المكون مال cell division of germ cells أو we call it meiosis of germ cells. يعني دائما الميتوسيس هو يتعلق بالسوماتيك سيلز، في حين كلمة ميوسيس تتعلق بالجيرم سيلز. الجيرم سيلز ما عندنا إنتاج خليتين، عندنا إنتاج خليتين during the process خلال عملية الانشطار، لكن بالنهاية تطلع لنا أربع خلايا، في حين بنهاية عملية cell division of somatic cells راح تطلع لنا two cells. التو سيلز عادة نسميها daughter cells أو البنت مال الخلية الأساسية، والخلية الأساسية نسميها low original mother cell، low original parent cell، نفس الشيء. هاي كلمة parent cell. كلمة genomics لازم تتعلمها اللي هي دراسة المعلومات الجينية أو الوراثية in a particular cell or organism. الفحوى مال المحاضرة هي related to genomics. ليش related أو يتعلق بالجينومكس؟ لأن احنا عندنا صفات وراثية يجب أن تنقل من خلية إلى أخرى على مود تطلع identical. شنو identical؟ مماثلة بالضبط للخلية الأم. هاي العملية تتم عبر وجود الجينز. الجينز هي قطع من DNA. DNA اللي هو ديوكسيرايبونيوكليك أسيد أو الحامض النووي الموجود داخل الخلية أو داخل النواة.
الجينز هي القطع المسؤولة عن توريث الصفات اللي تنتقل من الخلايا الأم للخلايا الأبنائية. أوكي، هذا النمبر مهم لازم تحفظه همينه. There are 20 to 25,000 different genes available in human. كل جين طبعا متعلق بتوريث أحد الصفات، مثلا لون العين، لون الشعر، لون الجلد وهكذا. هاي كلها عبارة عن different genes اللي احنا نتوارثها من آبائنا. خصائص الجينيتيك ماتيريال يجب أن يكون قابل للريبليكيت أو للاستنساخ وقابل للانتقال transmitted to the next generation، يعني مثل ما قلنا من الآباء للأبناء، قابل لخزن المعلومات يعني بدقة شديدة، نهائيا ما يصير أي تغيير أو طفرات بهذا الجين من خلال الانتقال من الخلية الأم للخلية البنت. أيضا يجب أن يكون able to mutate but in a genetic variability، يعني من there is capability or possibility to mutate normally، طبعا أهم شيء تكون الطفرات هاي normally وعبر الأجيال. مثلا أبو أم سمر عندهم صفات غير dominant متنحية، صار بالجين شوية ميوتيشن، طلع مثلا الابن عيونه زرق على سبيل المثال. هاي فهاي خصائص الـ DNA اللي موجودة بالـ human being. اوكي، structure of DNA. DNA لازم تتعلم انه هو genetic material of any cell. DNA من نريد نشوفه قبل ما تنشطر الخلية يجب أن يظهر بشكل كروموسومات اللي هي عبارة عن أكسات. مثل ما قلنا قبل DNA هو موجود بالنيوكلياس، أيضا موجود خارج النيوكلياس مثلا بالميتوكوندريا also there is DNA، بس احنا ما راح نحكي عليه هنا لأن اليوم راح نحكي على cell division. DNA هو عبارة عن حلزون doubled، حلزون مضاعف من البولينيوكليوتايد سترانس أو أشرطة متعددة للنيوكليوتايدات. حنشوفكم هسه شنو النيوكليوتايد، اللي هو عبارة عن ثلاث أشياء اللي هو الشوغر والبنتوز والنيتروجينوس بيز. هذين الثلاثة، كل ثلاثة هي عبارة عن النيوكليوتايد. هذا الشريط هو ستراند، فالستراند متكون من بولينيوكليوتايدات نيوكليوتايد أو نيوكليوتايدات متعددة. أوكي، DNA serves as template أو فد نسخة على مود يسوي المضاعفة للسكند ستراند. بهاي الصورة رح يبين شنو معنى الدوبليكيشن والسنجل ستراند والدبل ستراند. نعم، هنا هذا الـ old strand وهذا الـ new strand. فهذا الـ original DNA لح ينفتح الـ double helix ولح يجي الـ new strand يشكل التكملة مال each strand. اوكي، هذا المقصود بالـ DNA replication أو مضاعفة الـ DNA. هذا فد رسم توضيحي على الخلية من تشوف بها كروموسومز أو أكسات، يعني this cell is ready to duplicate.
الخلية على وشك الانقسام أو الانشطار أو المضاعفة. كلمة جين هنا دا يقول لك السيكونس أو التتابع مال هاي القواعد النيتروجينية. كل جين هو مسؤول عن توريث صفة من الصفات الوراثية. هذين النيتروجينوس بيسز اللي هم أربعة راح نحكي بها بالمحاضرة القادمة، وهذا الشوغر اللي هو يختلف بين الدي ان اي والار ان اي، هم اللي حنناقش ان شاء الله بالمستقبل. هذا الرسم يشوفنا الستركتشر مال الدي ان اي اللي هو عبارة عن شريط من الكروماتينات، او مثل ما قلنا البوليبيبتايدز، ملفوف حول بروتين اسمه هيستون. فكل عقدة تسمى نيوكليوسوم. اوكي، كل عقدة تسمى نيوكليوسوم. طبعا هذين الرسومات هي كلها للاطلاع وللفهم، ما لح اجيب لك رسم على الاغلب. اذا جبت لك لح اجيب لك رسم واضح، مثلا هذا اقول لك البروتين شو اسمه. اوكي، على سبيل المثال هنا هاي العقدة مبينة اللي هي بيت شيب تسمى نيوكليوسوم. الكويلز هاي عبارة عن لفات يعني ملفوفة. هذا شنو؟ هذا الكوندنسد نيوكليوتايدز مال الدي ان اي. من انت تجي تسوي زوم ان وتفسخ هاي العقد راح يطلع لك هذا الشريط اللي هو يبين از دبل هيليكس او حلزون ثنائي. تمام. Eukaryotic asexual cell in the organism normally go through a process of cell division to produce new daughter cells. Okay. The new cells should mimic تشبه ال mother cell to perform similar function. ال instructions كلها تتم عبر ال coding of DNA. Coding شنو يعني؟ يعني تسلسل ال bases الموجودة، أدينين جوانين، هاي اللي هي تسلسل. هذا التسلسل هو عبارة عن كود، الكود يستنسخ يروح بال new daughter cell. Okay. Each new cell must get complete set of DNA molecules identical to that of the original parent cell. هنا سموها parent، ديش سا كانت mother cell. Therefore, DNA must be replicated or duplicated before cell division so that it goes to the newly born cell. يعني الخلية قبل ما تنقسم يجب أن تضاعف أو تكون DNA مادة جينية كافية لتنتقل للنيو سيل اللي هي تكون identical to the parent cell. اوكي، هاي الكروموسومات هي المورثات مثل ما قلنا اللي تحتوي على الكودز والدي ان اي. من عندك كروماتين معناها there is cell not about to divide. هو الكروماتين بالضبط الدنسد دي ان اي. الدنسد دي ان اي عبارة عن مثل الكثافة من الشعر. هذا الشعر هو الاحماض أحماض الدي ان اي، لكن ما يكون مرتب كأكسات. من يكون مرتب كأكسات معناها there is a chromosome وبالتالي there is عملية or there is a process of cell division. فكروماتين is DNA highly coiled, tightly coiled many times around a protein called histone. هذا مثل ما قلنا هاي الطاوة الوحدة الهستون، أو هنا هو هذا الهستون to support the structure. فمن أقول لك الفانكشن مال الهستون to support the structure of DNA strands or of chromatin threads أو الخيوط الكروماتينية. The double helix DNA molecule and histone protein constitutes a bead-like structure called the nucleosome. مثل ما قلنا هذين العقد تسمى nucleosome.
هاي الصورة تبين ان البيرات او الازواج الكروموسومية اللي موجودة بجسم الانسان اللي هي عبارة عن 23 بير. هاي كل اثنين عبارة عن بير. اغلبية من البيرات اللي هي 22 واحد منهن هي identical او متشابهة called autosomes، يعني انت تقدر تفرزنهن. مجرد زوج واحد راح يطلع خارجهن اللي هو يميز بين الميل والفيميل. اوكي، هذا هسه مثلا ميل لان بي اكس واي، وهذا فيميل لان بي بوث اكسز. اوكي، هذا بس مجرد الصورة او التصنيف الكروموسومي يبين ككاريوتايب، بس على مود يميز هاي الكروموسومات تعود الى ميل او تعود الى فيميل من خلال البير الاخير او بير رقم 23 اللي هو يميز لنا الميل عن الفيميل. اوكي، من اقول لك هنا why chromosome cannot be seen when the cells aren't dividing because they appear as chromatin. What is a karyotype? Is a picture of a human chromosomes about to divide. لأن مثل ما قلنا إذا الخلية ما بيها انشطار ما راح تبين ككروموسومات، وبالتالي ما راح أقدر أفرقها this is for male or female. هذا الرسم هنا للاطلاع اللي هو عبارة عن البولينيوكليوتايد مال ال RNA اللي هو بالضبط نفس ال DNA، لكن هنا عندك النيتروجينوس بيز يوراسيل بدل الثايمين. هنا الصورة موضحت لنا انه هذا شكل مال 1 نيوكليوتايد بالستراند الواحد. هنا ليش عندنا ستراند واحد؟ لان RNA، لو DNA المفروض اكو دبل ستراند. اوكي، النيوكليوتايد الوحدة تسمى مونو نيوكليوتايد او مونومر، او المتعددة يسموها بولينيوكليوتايد. كروموسوم ككومبوزيشن هو صح قلنا اكس شيب، بس بي مادة بالسنتر تسمى سنترومير اللي هي عندها الدور مهم بعملية الانشطار الخلوي اللي راح نركز عليه اليوم. الكروموسوم visible under compound microscope only when the cell is undergoing metaphase of cell division، يعني كروموسومات تبدي تبين عندي بالميتافيس على الأغلب، اللي هي عادة تكون aligned أو شنو يشكلون خط بالcenter of the nucleus. Before this happen every chromosome is copied once. طبعا عملية الكوبينج مال الكروموسومات تصير عملية استنساخ للدي ان اي ماتيريال، لكن هي متبين ككروموسومات الا بالميتافيس. هنا من دا اقصد لك بس عملية الكوبينج. هنا اي افري كروموسوم ماتيريال نضيفها عمل ما يصير confusion is copied once and the copy is joined to the original by centromere. مثل ما قلنا هاي اعتبرها كروموسوم من الخلية الأساسية، وهذا الدبلكيت مالته اللي راح يروح للخلية اللي راح تتكون عندنا. فكلمة سيستر كروماتيد اللي هي بالضبط هذا الجزء أو الشق أو الديفيجن أو النص اللي راح يصير بمضاعفة قبل ما الخلية تنشطر. فهذين يكون identical بالضبط على مود كل قسم يروح للخلية اللي راح تنتج. A centromere has the function of holding the chromatids together until a certain phase of mitosis reaches when the centromere splits. Once separated, each sister chromatid will be distinct chromosome. Distinct chromosome يعني كروموسوم الحالة، موجود الحالة، ما يحتاج anything else. Okay. In this way, duplicated chromosome give rise to two
individual daughter chromosomes. خلصنا عملية الـ identification of some terms and some facts, بعض الحقائق. رح نحكي على cell cycle اللي هو عبارة عن orderly process. Orderly process يعني بالضبط يجب أن تبدي العملية منها من الجوان وتنتهي بالcytokinesis, ما يصير أي اختلاف بالسيكونس أو بالتعاقب مال العمليات. قلنا هاي الميتوسيس أو cell cycle of somatic cells اللي هو عبارة عن 2 deficient 1 البنفسج الانترفيس واللاخ الأزرق فاتح اللي هو الميتوسيس والسيتوكينيسيس. الميتوسيس والسيتوكينيسيس تسمى cell division. الانترفيس هو عملية التحضير قبل ما تبدأ cell division. الانترفيس بي جي 1 واس وجي 2 اللي هو عبارة عن growth of material ومضاعفة للدي ان اي, اوكي, في حين الميتوسيس يحتوي على اربع اطوار اللي هو بروفيس ميتافيس انافيس وتيلوفيس, واخر شيء هو عبارة عن الانشطار الخلوي او السيتوبلازمي اللي هو السيتوكينيسيس. بالانترفيس شيء يصير بالانترفيس هي عملية تحضيرية يصير بيها مضاعفة لكل شيء بداخل الخلية including the DNA. بالجي 1 يصير DNA synthesis أو إضافي لكن ما تبين ككروموسومات. بالانترفيس تصير مضاعفة للأورجانيلز بالجوان تصير مضاعفة للأورجانيلز, أوكي, وبالأس يصير مضاعفة للدي ان اي لكن ما بين كروموسومات, وبالجي 2 يصير production of proteins necessary for carry on the process of cell division. فأهم شيء تتعرف لي بالاس يصير مضاعفة للدي ان اي لكن ما يبين ككروموسومات, يبقى مبين ككروماتين, اوكي. الجي stands for growth, اوكي, يبقى مثل ما قلنا dense proliferated او كثران كروماتين كثران بالاس فيس, اوكي. هاي هنا مثل ما قلنا البروتينات او السنتروسوم او السنتريولز يصير بيها دبليكيشن لان هي لح تشتغل ولح تلعب في الدور مهم عملية السيل ديفيجن, اوكي. كلمة ميتوسيس also called karyokinesis, وبالمقابل there is cytokinesis او هو division of the cytoplasm. Two nuclei are found وين بالميتوسيس. مثل ما قلنا العملية النهائية تؤدي لك إلى إنتاج خليتين بالميتوسيس لكن بالميوسيس فور نيوكلياي. فإذا مرادف العملية الكلمة الميتوسيس cell division أو cell division of somatic cell, تقدر تسميه duplication division لأن راح تطلع لك بالضبط 2 nuclei out of 1. The source for identical chromosome is the sister chromatid which separate to become each individual chromosome. هذا مثل ما قلنا هنا هذا each one is sister chromatid. Stages of mitosis أو phases of mitosis. أول شيء البروفيس, شيء يصير عندنا بالبروفيس. The chromatin condenses to form visible chromosomes. هنا تبدي الكروموسومات تبين كأكسات بالبروفيس اللي هو أول phase من mitosis. وبعدين two spindles are forming, يعني شكل مغزلي يتكون من خلال السنتروسومز أو two centrioles. تجي fibers تتجمع دائرة مدايرهن
وتبدي الخيوط تزيد طولها على مود تلعب دور بالاتاتشمنت مال الكروموسومات. النيوكليار ميمبرين يروح والنيوكليولاس ديس ابيرز وتبدي تظهر الكروموسومات بالخلية واضحة بدون وجود نيوكليوس. ذن المغازل شي يصيران يروحان to the each call، الكل قطب من أقطاب الخلية يروح يقعد هناك ويتحضر العملية سحب الكروماتيد أو السيستر كروماتيد. أوكي، مثل هاي الصورة. الميتافيس الثاني شي يصير بيه، الكروموسومات تتصفط بشكل واضح كأنه خط يصيران، والأستر يبين مثل الشمس اللي دار مدار خيوط. الخيوط هاي راح يصير بها اتاتشمنت بالسنترومير او الجزء الوسطي مال ايتش كروموسوم ويتحضر لفصلها. طبعا كلمة اكويتر هنا بالضبط عبارة عن منطقة استوائية للكروموسومات. بالانافيس يبدأ الانشطار مال سيستر كروماتيدز يصير، هاي الكاينيتيكورز او الخيوط الفايبرية اللي مربوطة بالسبيندلز او السنتروسومز راح تبدي تسحبهن ويصير شورتنينج ذن الكاينيتيكورز او الفايبرز. وايتش سيستر كروماتيد راح يصير عبارة عن ديستينكت كروموسوم بحد ذاته. اوكي، النتيجة هنا تو ديبلويد ممبر اوف كروموسوم، يعني الكروموسوم اللي راح يطلع لي هنا اللي بالنهاية من راح تنشطر الخلية راح يصير كروماتيد، بالضبط راح يصير ايدنتيكال للكروماتيد اللي صار من هاي البيرنت سيل او الخلية الابوية. اوكي، سيميلر تو ذا اوريجينال سيل. بالتيلوفيز تبدي هذن السبندلز او المغازل ديس ابير، والاستر ايضا ديسامبل يتفكك وديس ابير يختفي. يبدي النيوكليار انفلوب فورمز اراوند ايتش سيت اوف كروماتيدز، يعني لين راح تصير خليتين، وبعدين نوية أخرى تصير. بالتالي يصير عندي 2 nuclei و 2 nuclei ب each pole، و chromosomes decoil okay and reappear as indistinct condensed DNA. يعني ما يبين كديستينكت كروموسوم لكن يبين indistinct كروماتين اللي هي عبارة عن كثافة من الخيوط الدي ان اي. اوكي، هذا الشكل مال التيلوفيس اللي هو باقي بس عملية الكاينو سايتوسيس او سايتوكاينيسيس، سوري سايتوكاينيسيس is the division of the cytoplasm to form two identical cells. cleavage furrow هذا فد اخدود يصير عندنا على مود ينشطر السيتوبلازم ويكون لك two separated cells. the two daughter cells are usually smaller in size than the original mother cell. طبعا احنا مثل ما قلنا المذر سيل هي راح تبدي تضاعف وهي اصلا عمرها كبير، فبالتالي ذن الدوتر سيل راح يروح للميتابوليزم والجروث، يلا يصيروا ريدي تو جو فور انذر سيل سايكل. مثل ما قلنا السيل سايكل يطول كم ساعه، يلا تطلع عندنا التو دوتر سيلز. طبعا هذا السيل سايكل نورمال يصير كنترول، اذا صار عندنا uncontrolled فلح يصير عندنا كانسر او ولادة الخلايا جديدة الجسم ما يحتاجها. مثل ما قلنا الدبل هيليكس هو يساعد بعملية ال DNA replication، لان من لح ينفتح عندنا الدبل هيليكس سترانس لح يكون تمبلت او قالب for each new strand to develop. الابنورماليتيز او الاشياء الغير طبيعيه اللي تصير بتوريث الصفات الوراثيه من خلال النمبر اوف كروموسومز يؤدي الى
مرض الداون سيندروم او المنغوليزم. طبعا عمليه حفظ السيل سايكل هي ايضا منسقه او محفوظه بجين اسمه بروتو اونكوجينز، اللي هو يحافظ على عدم خربطه السيل ديفيجنز بانكونترولد مانر او عمليه غير مسيطر عليها. ذن التيرمز لازم تتعلمهن لين تجيك بالاختيارات، هنزل لكم اياها بالجوجل كلاس روم. و I hope this helps. Thank you very much for listening. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.